وكم خطوة عشان البلحة تبقى بالمستوى ده؟ المراحل التصنيع؟ كم خط؟ حوالي 8 مراحل يعني. 8 مراحل اللي هم ايه؟ المرحلة الأولى طبعاً البلح بيتبخر. تبخير. تبخير رقم واحد. تبخير بمواد معينة؟ طبعاً. ايه بقى؟ وزارة الزراعة راس بوسفيت ألومنيوم. بيخش الغرف التبخير لمدة 72 ساعة. 72 ثلاث أيام يعني؟ ثلاث أيام للتخلص من الآفات والبكتيريا. كويس. وبعد كده بيطلع مرحلة الغسيل. الغسيل في الهزاز. بنعمله مرحلة غسيل الهزاز، بيتحط في صواني ستلس وبيخش نفق تجفيف. بيقعد من ساعة ونص لساعتين حسب رطوبة البلح. وبعد كده بيطلع مرحلة النفق التبريد. بيقعد من 30 ل 45 دقيقة. بعد كده بيطلع مرحلة الفرز الأحجام. كويس. بنصنفه بقى عشان الشغل التصدير وشغل أحجام. أحجام عشان شغل التصدير والمكسرات. والمكسرات. وبعد كده بيخش صالة تانية اسمها صالة تهدئة، تهدئة تمور. بيقعد لمدة 24 ساعة. تهدئة. تهدئة التمر عشان التمر لما بتطلع من التجفيف ونفق التبريد بتكون مش متماسكة يعني. لما تقعد فترة لمدة 24 ساعة تتماسك التمرة، بيكون القوام ماسك يعني. كويس. وبعد كده بتخش عملية التعبئة بقى. تعبئة وتغليف. تعبئة وتغليف. كويس أوي. أنت بتقول لي أنتوا بتختاروا الأحجام. طبعًا. هل دي حسب الطلبيات؟ طبعًا أهم حاجة التصدير مرتبط بالحجم. بالحجم. التصدير. قول لي مين بيفضل الأحجام الكبيرة ومين بيفضل الأحجام الصغيرة؟ أنتوا بتصدروا لمين أولًا؟ يعني هنقوله مثلا المغرب، دولة المغرب طبعا بتحتاج الحجم الكبير يعني. كويس. ومثلا شرق آسيا برضو بتحتاج أحجام يعني متوسط وكبير. كويس. والشغل المحلي طبعا بيكون فيه طبعا زي الشغل اللي حضرتك شايفه ده. ده كله أحجام كبيرة، شغل تصدير برضو. ده شغل تصدير. كويس كويس جدا جدا.